على فكره ماتش نهائي الكاس لو فيه خطا حصل وقرار تاديبي وانضباطي ممكن ما يسريش على ماتش الكاس، يسري على الدوري وعلى الكاس وعلى كل المباريات المحليه، لان العقوبه او الخطا او الفعل المشين اللي حصل بعد نهايه المباراه ده بيخضع لقانون الانضباط، مش عقوبه مسابقات ماتشين ثلاثه في المسابقه. عقوبات الانضباط بتسري على جميع المباريات، ولكن لا المسابقات خدت قرارات ولا الانضباط خدت قرارات، والمراقبين اللي بيتم تعيينهم في المباريات بيتم تعيينهم عشان الحاجات اللي زي دي اقدر وانا بتكلم معاهم اقدر اوظف واوصف الامور بالطريقه اللي انا شايفها عشان اطلع عقوبه ولا ما اطلعش عقوبه. ذاكروا كده شوفوا مباريات الاهلي والزمالك على مدار اخر 5 6 سنين، شوفوا المراقبين هتلاقوهم بيتقرروا بنسبه يعني تقترب من 70 لـ80%، عشان العقوبات دي لما تطلع تبقى القصه في ايدينا، يبقى التقرير في ايدينا مش تقرير الحكم البرازيلي. هكذا تدار منظومة كرة القدم المصرية، هكذا تدار منظومة كرة القدم المصرية بهذا الشكل وبهذه القرارات. هل هناك قرار سيصدر من لجنة الحكام بعد تصريحات إبراهيم نور الدين؟ أشك، لأن اللجنة للأسف ضعيفة، مش هتقدر تاخد قرار ضد حكم مباراة الأمس، بدليل إن هم شافوا إن في غلط حصل امبارح، كذا مداخلة عشان يتصحح الخطأ، والنهاردة كمان بيان بيتكتب عشان يوضح إن في اعتذار رسمي يعني للقطبين واعتذار رسمي للمنظومة. طب طالما اعترفت إن في خطأ حصل، مش هقول خطأ في فهم التصريحات لأن التصريحات كانت واضحة صوت وصورة، دي مباراة بين التاسع والعاشر، لا كلام ما كانش ينفع يعدي بصراحة. وللأسف أنا شايف الناس كلها بتاخد الأمور بكل بساطة، لا في قرارات بتصدر ضد حكم المباراة ولا في أي حاجة بتحصل من رابطة الأندية. والقرارات اللي طلعت النهاردة أنا شايفها قرارات عادية جدا. على فكرة بالمناسبة يعني عامل المهمات ده كان صدر ضده قبل كده كذا قرار انضباطي، يعني دي مش أول مرة. هل في تغليظ للعقوبة؟ ولا في تغليظ للعقوبة، ولا يحصل حاجة أصلا بالنسبة لتغليظ العقوبة، ولا بيحصل أي حاجة، والناس أساسا مش عارفة هي بتدير المنظومة إزاي. بدليل إن امبارح مباراة بيديرها حكم مش مصنف، حكم يعني أعلن اعتزاله في 6 يناير وبتدي له مباراة مهمة زي دي في الدوري العام، وانت عندك حكمين رايحين كاس عالم بتقضي على فرصهم في الترشح لكاس العالم بقراراتك الغريبة دي. انا مش عارف برضو بيريرا بيدير منظومة التحكيم ازاي. لو الناس بتعتقد في اتحاد الكورة ان الاهلي عايز خبير اجنبي يدير المنظومة فانت بتجيب اي خبير اجنبي، الكلام ده ما ينفعش على فكرة، والكلام ده اكيد هيكون ليه وقف قريب جدا، وهيبقى ليه وقف قريب جدا مع كافة المسؤولين عن المنظومة دي سواء في اتحاد الكورة او في الرابطة او حتى في لجنة الحكام. معنى ان يجي خبير اجنبي يعني خبير اجنبي بجد، مش تجيب لي واحد ببورنيتا بيتكلم لغه انجليزيه وانا كده جبت خبير اجنبي. لكن خبير اجنبي قدر في فتره قصيره يبقى بالمنتاليتي بتاع من سبقوه في اللجنه وتبقى الامور ماشيه زي ما هي، بس يبقى حائط صد عشان اجنبي، الكلام ده ما ينفعش على فكره، الكلام ده ما ينفعش. في مباريات ما فيهاش هزار، في مباريات ما فيهاش مجاملات، في مباريات عايزه تركيز من الكل. ما بيبقاش الاتحاد طالع في مرحله يقول لي انا برفع الحرج وبيغير قرار رئيس لجنه الحكام، والنهارده يقول لي انا غير مسؤول، في رئيس لجنه هو ليه صح يعني كافه الصلاحيات. احنا كده جايين نهزر على فكره، بس يبدو من المشهد كده ان لا في اتحاد كوره ولا في لجان مسابقات ولا في لجنه حكام.